عيدكم مبارك يا رب. ان شاء الله بشارك معاكم جزء بسيط من روتين العيد، وهو بنعمل ايه يوم الوقفه. دي ايد فريده، بصوا رسمت لها حنه كده، كان معايا اللي هي الستيكرز وانا يعني بنقش فيها كده، بس للاسف حركت ايديها فيعني باظت سنه بسيطه. دي ايد روز فيروز، بصوا الرسمه مظبوطه ازاي، بيبقى شكلها حلو، لكن فريده حركت ايديها. فبصوا الجزء الاولاني ده، بس مشكلة يعني حلاوة الحنة دي ان انا جايباها جاهزة، ما بتقعدش اكتر من 3 ايام على ايديهم، وخصوصا ان هما بيغسلوا ايديهم باستمرار. ده بقى الفستان الكافيه بتاع فريدة، بتاع فيروز. وفريدة كنت جايبة اللي هو الفستان البتنجاني ده، والطقم الشورت والتيشيرت ده. ده الكوتشي بتاع فريدة الجديد برضو، حبيت اجيبه. السكوتش ده بيبقى سهل جدا. بصوا فريدة حاطط لها المانيكير ده لايق مع اللبس اللي هتشوفوه، انا لبستها الشورت والتيشيرت افضل بكتير. وده لبس ريان بتاع العيد، والكوتشي الجميل بتاعه. بصوا بقى هنا، انا الاول جودي امسكي العكس، هاتي انتي يا روز طيب، او روز من تحت، ابقى ايدك الاول يا جودي، ما تلميش يا روز، يلا يا جودي ما تلموش اللي بقولك يا جودي، ارمي يا جودي. طب خلاص هتظبطي، يلا خد ماشي، يلا كده لبره، بس هاتي انا شوية على ايدك يا بنتي، بعيد ايدك وركزي بس عشان ما تلميش المقلب يا بابا، ايدك مناخيري على فكره انت بتسيب من غير ما يولع، ايه انت شويه ايه.